أقول لك قولي شوية سمكة شعور بالشمس قولها 5 مرات وبسرعة تقدر؟ لا تخليني حيران. أيوة وش أقول؟ شوية بعد لازم أسخن يا كذا شوية سمكة شعور بالشمس سمكة مش درانة بهذي؟ مش كل الأشياء صعبة والله ما أعرف شوية سمكة شعور في الشمس شوية سمكة شعور نيكست شوية سمكة شعور بالشمس سهلة بيفوز في التحدي ولا لا خلينا نشوف هيا الدنيا مساوية يا هلا فيكم في برنامج أقول لك لا تقول لي إلا لما أقول لك أقول لك بالعماني يعني أقول لك أقول لك حياك حياكم الله أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج أقول لك اليوم موجودين في منح وبنعيش معكم أجواء دفن الشواء وبيكون معانا تحدي بنشوف من بيفوز معانا في التحدي تعالوا معنا انزل اقول لك عندنا تحدي محمد معاك اليوم محمد يقول لك تحدي قول لي 5 مرات شويه سمكه شعور بالشمس 5 مرات بسرعه شويه شكرا لك شويه سمكه شعور بالشمس شويه سمكه شعور بالشمس سمكة شعور بالشمس سويت سمكه شعور بالشمس مو سويت والله شوف هذا التنور طبعا من سنين من ايام شياب نو هذا التنور موجود هنا اكثر من نصف البلد يتجمعوا هنا تقريبا حوالي 400 صف شكرا كيف شو مالكم علمين نجي قول علامه مالكم ستاند بدراق ستاند بدراق يا سلام وكل الخصفات مسوينها ايه ها جايبين ثلاث جايبين ثلاث واحده ويش واحده ولف وعمو ذاك مال الحنفيه أميزيجا الثاني كور نوفا السنسلة كور ما السنسلة والثالث ستاند ستاند ها حشا عليك طبعا اليوم ندم الشو بكرة نفتح على طول ما شاء كل عيد ولا بس عيد الفطر لا 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 كل عيد ما شاء الله وعندنا ميزة يعني شوية نوعا ما حلوة لازم كل شوى كل عيد لازم شيء شوي نفتح داخل النار وينزلوا للشباب بالدرج الله عليك ولو سألت هنا في البلاد بيقولوا لك ترى سويلمين متخصص النزول خبرونا معلومة قالوا لنا سويلمين هو المسؤول عن إذا خصفة كانت متبطلة يطلعوها من الصفقولة مو السبب ان كل عيد انتو خصفتكم تبطل ما تتبطل قالوا لي تتبطل ما حنو من؟ من يا أخي هم عبد الله حميد سعيد قولي هذاك كنا توقعين من النوم لا 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 ما أدري 5 ساعة 8 لا ما متكلم مع واجد ناس صحيح إيه ولا وتو لازم تتمرن لسانك شو كذا خلاص لا اسمه تين شويت سمكة شعور بالشمس شويت أسرع أسرع سمكة شعور الشمس 5 مرات جبتها لا شويت بدون 5 مرات العلامة مو هي ولف ملمي اسمح لي سمك ما تركب معي بعدنا صفقولة شويت سمكة شعور بالشمس أسرع سمكة شعور بالشمس سويت سمكة شعور بالشمس سويت سمكة شعور بالشمس سويت سمكة شعور بالشمس كذاك عيد الشمس سام أنت ما قلت ولا كلمة صح واحد اثنين ثلاثة ما أدقي شويت ما أدقي على الشمس شوية مشكلة ثقيلة ما أحزن قولي يا مرة أنت وش هو ذا الشواء شو هو هذا اللحم طبعا ذبيحه عاده نقسمها لقسمين قسم داخل البيت والقسم الثاني داخل الجونيه قولي وما يضر مطر لو طاح مطر مستحيل ها مستحيل وحده مستحيل مسكر شيء يا ابن ذم يا سلام من سنين ونهار نعم انزين شويت سمكه شعور بالشمس أسرع. شويت سمكه شعور بالشمس أيوة. شويت سمكه شعور بالشمس أيوة. شويت سمكه شعور بالشمس شويه سمكه شعور بالشمس الله وهذه جائزه مقدمه من برنامج يصرف له اقول لك حالك يلا 1 2 3 شويه سمكه شعور بالشمس ايوه شويه سمكه شعور بالشمس ايوه شويه سمكه شعور بالشمس ايوه شويه سمكه شعور بالشمس شويه سمكه شعور بالشمس الله وسام حبيبي هذه هديه يعطيك العافيه من برنامج اقول لك 1 2 3 روح الحارث شويه سمكه شعور بالشمس شوية سمكة شعور بالشمس
شوية سمكة شعر بالشمس. أخو جميل جميل جدا فايز معنا. أسمي اسمك من أنت؟ الحارث. حارث هذه هدية مقدمة من برنامج أقول لك. أعزائي الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل أن نختم نذكركم بسؤال حلقتنا الجاية، ما هي الدول التي تستخدم الريال كعملة لها؟ نلقاكم في مكان ثاني وسؤال ثاني. حياكم الله. سعد ملقاك. تابعونا في الحلقة الجاية.